اخيرا وصل تيوبلو البوكس، النظاره اللي كل الدنيا هلا عم تحكي عنها. اميزنج تيوبلو بروتوكول. تيوبلو من تيوكسان. بوكس تيوبلو هو عباره عن بروتوكول النظاره الجديد من شركه تيوكسان. تيوبلو طبعا نظاره مميزه من توسيال. توسيال حاليا بدات تركز معانا في جزء يخص الجلو او ابر النضاره او السكين بوستر. افضل انواع الفيلرز اللي احنا بنستخدمها وكتير حبيته نتائجه. هاي الابره بتعطي حيويه نضاره وبتعطي شد للبشره. عباره عن بوستر هيبقى كاستمايزد كل حاله مختلفه عن الحاله الثانيه. زي ما انتم شايفين بيكون عندنا علبتين. ال RHA1 وهي عباره عن بوستلينكد هيرب اسيد تركيز 5. First injection is Redensity 1 for moisturizing nutrition the skin. طبعا بنحدد بروتوكول بعد ما بنروح لشركه تيوكسان نفسها، بنعمل الايفالويشن عن طريق الباركود. شايفين كويس اسئله واجوبه لنعرف بشرتك شو محتاجه، ومن بعد منها رح يتحول لمثل كويستشنير او مجموعه من الاسئله. متوفره عندنا بالعياده تيو جلو اللي هو من تيو جلو، وبحب الفيلر بتاعهم لانه بيطول وبيدي نتائج مميزه. انا بستعمل يا جماعه توسيال السويسري، ما بغيروش، هو ده الوحيد اللي بثق فيه وفعلا بيديني. لا والله تيو جلو والله مش بجنن، بس فعلا تيو جلو ريجينيتد كده هنا زي القمر.